خلصنا من محطة البترول، باقي يمكن ساعتين بعد عن بيوتنا. باقي طال عماركم 150 كيلو عن الجهة المقصودة. الجو جميل، درجة الحرارة 16. مناظر ما شاء الله، شوف الغيم، تقول يطلع من الأرض ويرتفع، سبحان الله. شوفوا ها، عرفتوا البلاد؟ هذا بيصالك ماله، ما عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ اظني عرفتوها صح؟ خذوا منا طال عمركم 13 يورو وسالك مالهم 13 يورو، تقدر تدفع بالبطاقة وتقدر تدفع كاش، الأمر جدا سهل يعني. اظني عرفتوها البلاد هاي صح؟ ولا بعدكم؟ يلا، في ناس عرفت وفي ناس ما عرفت، يلا خلكم معانا، الزعم مسوي حشرة شوي. البلاد هاي طال عمركم تبعد عن بروكسل 3 ساعات تقريبا 230 240 كيلو. والحين باقي تقريبا 40 كيلو عن الفندق مالنا. هذا هزع مالكم وانا يلعب شيء، مش يصيح، ترى يلعب شيء الحبيب. الحين على فكره فودافون اشتغلت في بروكسل واشتغلت في المانيا، والدوله اللي انا فيها الحين شغاله الفودافون. عندهم في اوروبا استراحات في كل مكان، يعني كل ما تمشي لك يمكن 20 دقيقه نص ساعه ساعه شفت حصلك. الله يسكن حمام. الحمد لله دورات المياه في كل مكان عندهم، دورات مياه يعني كل نص ساعة يمكن تحصلك دورة مياه استراحات. العيال بعد ساعة من 40 دقيقة لساعة يملون في السيارة إذا ما رقدوا. أنت شو تسوي؟ توقف عند استراحة، تعطيهم 10 دقائق يلعبون. يوم يلعبون لهم 10 دقائق يركبون السيارة يحسون عمارهم توهم راكبين السيارة، بعد يعطونك ساعة ثانية. فلا تتم تشوفهم متمللين وأنت تسوق. تشوفهم الشباب ياس يلعبون، ها ياس يلعبون، خليهم يلعبون 10 دقائق يستانسون بعدين. حديقة هاي، قولي مزنة؟ هي حديقة؟ هي حديقة هاي، ها ما دام فيها درفان وزليقة حديقة خلاص. زليقة أنت محمد، ها ما فيها درفانة؟ هي درفانة هاي، يرى حديقة، يرى هي. ها حديقة هاي يلعبون. درجة الحرارة 19 الحين. تقول بيطيح على راسه الصغيروني هذا، ولد الإنجليز. شوفي كل مكان تحصل فيه يلسة، الناس كلها تلعب عيالها واللي ياكل. الله يعزكم، نسي الحمام، نسي طاوة. سيارتنا اليوم في البارك واقفة مرتاحة، تريح. باقي على الفندق تقريبا 30 كيلو. تعالي لا يغلبك، تعالي تعالي مزنة. وين هالمكان؟ أظن ميونخ هاي صح؟ شكلها ميونخ هاي مع المرضى. جو روعة صراحة، جو روعة يعني من الآخر زي ما يقولون، فنان الجو فنان. حد يقول حركت الداتا، وحد يقول يا ابوي طرش لنا صور، حد يعني احنا مهدين عليكم شوي لان يوم نوصل المدينه بنصور لكم الاشياء المهمه. ما يصير بعد انا على الخط ما اصور لكم خط كامل، يعني شو تسدون من طريق، يعني طريق ما تسدون منه شيء يعني. خلني اوصل باقي 30 كيلو ان شاء الله، بنصلي وبنطلع. واللي راعي كروزكم، ها شال كروز ريال اجازه ظني عندهم، ما شو عندهم اكو يتكشت. لا تخافون، بيكم الخير، بيكم. ها البلاد جميلة وكل شيء فيها، بيكم الخير. تو الناس باقي يمكن كم باقي؟ يمكن 15 يوم باقي بعد. أحلى شيء قلنا لكم الاستراحات اللي عندهم، الاستراحات حلوة يعني. في اللي عنده عيال أنا أقول له كل نص كل ساعة شيء يرتاح، يوقف يرتاح، خليهم يستانسون. إن شاء الله أركب السيارة ونتوكل على الدار الطيبة. ها عرفتوا نحن وين ولا بعدها؟ ها عرفتوا ولا بعد اوضح اكثر؟ ها عرفتوا؟ ها شو المكان هذا عرفت؟
عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ يلا ها الصين ها صح الصين هاي ها عرفتوا انا وين ولا ما عرفتوا؟ في شيء باين يعني هناك اخر شيء شيء باين عرفتوا انا وين ها عرفتوا انا وين ولا ها عرفتوا المدينه هاي شو اسمها ولا بعدكم ما عرفتوا؟ مدينه جميله طبعا معروفه فنانه ما شاء الله ما شاء الله طالعوها طالعوا ما شاء الله الشباب مزاجهم اوكي شوفوا العشر دقائق سويت لهم يعني رفع في المعنويات ما شاء الله عليهم تعرفون الكشخة هذه؟ هذه يسمونها الكشخة الفرنسية شوفوا نحن طال عماركم الحين وين في الكشخة الفرنسية شوفوا كيف؟ أهلا بكم في باريس نحن طال عمركم في باريس وهذه طلة الفندق من باريس شوفوا الطلة هذه عدد سكان باريس 2 مليون إجمالي عدد سكان فرنسا 12 مليون في تعداد 2010 في الحرب العالمية الثانية قطعوا الكيبلات مال الأسانسير مال برج إيفل عشان هتلر ما يركب برج إيفل لأن في 1500 سلمة أيام المحرقة يوم كان هتلر يحرق اليهود انخشوا اليهود في المسجد في باريس انخشوا في المسايد عشان يحتسبونهم مسلمين أثناء الحرب العالمية الأولى بنوا باريس تقليدي يسمونها عشان يوهمون العالم أن هي هذه باريس طبعا باريس وهمية سووا لهم أيام الحرب العالمية الأولى القرن العشرين كانوا مسوين حديقة حيوان للبشر جايبينهم من الهند والصين والكونغو والسودان وتونس يعرضونهم في الحديقة كمزار باريس يسمونها مدينة النور لأنها أول مدينة ولعوا فيها النور بالغاز في سنة 1828 علامة القف مش موجودة في باريس إلا في مكان واحد يعني باريس كلها ما في علامة قف تحمل تدعم حد بالعربي يعني كثير من المفكرين والمثقفين الفرنسيين كانوا محتجين على بناء برج إيفل حتى منهم واحد كان يأكل تحت البرج عشان ما يشوف البرج عدد الكلاب الله يعزكم في باريس أكثر عن عدد اليهال في باريس عندهم 300 ألف كلب في باريس وأخيرا طال عمركم اسم باريس مشتق من القبيلة اللي كانت ساكنة في باريس كان اسمها سلتيك باريس وتحياتي لكم اسمع الحلو هذا أحلى كلام سلم سلم على الجماعة قولوا السلام عليكم خشمك الشباب معايا هذا روبي فندق معلومات عامة من بروكسل إلى باريس تقريبا خذنا ثلاث ساعات تقريبا إلى هنا السرعة 120 لين تدخل فرنسا حدود فرنسا السرعة 130 لين توصل باريس تقريبا في سالك عندهم كيف نظامه نظام سالك أول ما تدخل الأراضي الفرنسية بتحصل بطاقة توقف تسحبها يوم توصل باريس تحط البطاقة في الماكينة دفعنا ما شاء الله سوريين وايد هني دفعنا 13 يورو تقريبا 13 يورو دفعنا متروس الفندق شو سوريين ما شاء الله الطريق كله محطات ما شاء الله يمكن كل 30 كيلو في محطة استراحات وايد محطات فيها استراحات روم تيلس الله يعزكم فيه حمامات فيه كل شيء الجو حلو اليوم بس أبغي ألف في باريس مشي أتمشى في جميع الأماكن اللي عدال الفندق مشي بس يوم كامل مشي لين الليل اليوم هذا جدولي إن شاء الله سكنت في نوفوتيل باريس يبعد عن أريل ماله ماذا برج إيفل تقريبا مشي 10 دقائق على البحيرة على النهر الكابتن هذا سجلنا له مشى في بروكسل فأول ما أحبه أول أمس في بروكسل فكانت طبعا الخطوة القوية له ما شاء الله عن شو يا حبي رايح عند اخوانه يصير يلعبون هني اخوانه هاي يسمونه سندريلا ورايح لهم وباقي الفريق يصلون يخلصون صلاه ان شاء الله اليوم لفه في باريس برايكم الاشياء اللي فيها الفندق قيمته 9 من 10 سنه اللي طافت زين يعني كان بس كان مشكلته الدري السلم المتحرك ما يشتغل هذا اللي وراي لانه هني في اللوبي يوديك فوق في اللوبي تعال 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 أيوة تعال تعال سمحونا على الغلط تعداد فرنسا 70 مليون في 2013 كان 66 مليون احنا قلنا لكم 12 مليون لا باريس 2 مليون و600 هالمنطقة قدام الفندق بالضبط قدام باب الفندق
نيها قدام الفندق، هناك في نهر وراها الشيرة، في جمعية قدام الفندق هي رايحين صوب الجمعية ناخذ شغلات قبل المشي، كوفي ما كوفي السوالف. هذا الشارع، هذا الفندق الأحمر شفتوه نوفتيل، هذا هو، وهذاك البرج برج إيفل، شفتوا برج إيفل؟ هذا برج إيفل الفندق. هذا المول طال عمركم، ها كله مول، هذا مول عدى الفندق مشي دقيقتين بس. يعني كل هذا المول طال عمركم ملاصق مرة على الفندق، مرة ملاصق على الفندق المول هذا، وفيه مطعم نورة اللي الناس محتشرة عليه. هاي جمعية طال عمركم مرة، كل شيء فيها، عند مال مارك سبنسر كل شيء فيها، أي شيء تبغى سندويتشات ما سندويتشات. أوكي طلبنا سندويتشات من عند مطعم نورة، شاورما عنده شغلات حلوة ما شاء الله. بتركب الكرسي، الكرسي أطول عنها، وين تركب؟ عمود اركب، هذه هي. هذا مطعم نورة عنده 13 فرع في باريس، هذا هو، يعني الشاورما أعطيه 8 من 10 تقريبا. الفودافون الحمد لله شغالة، اشتغلت في ألمانيا واشتغلت في بلجيكا واشتغلت في فرنسا، هولندا ما اشتغلت. هذا الفندق نوفوتيل، السنة اللي طافت سكنته والسنة هذي سكنته، فنان عايبني هذاك الحبيب. هالمنظر قدام الفندق، شوفوا تمشي على النهر هني لين برج إيفل، مرة تحط ريلك وتروح لين برج إيفل. خطط اليوم امشيهم لين يتعبون مرة، لين الساعة 9 ما تسمع لهم حس، باكر وديهم العاب وديهم اماكن ثانية. بخطي لهم ان شاء الله برج إيفل والشانز وشارع قوس النصر، ما ادري خميس النصر هذاك شو اسمه، وكم من مطعم وصيني عليه. هذا الشارع طال عمركم من قدام الفندق، تقطع الشارع اللي قدام الفندق وتمشي عليه لين برج إيفل. محمد طالعني، شو بطحين في البحر؟ يلا مشي روحي، يلا مشي. شو تقولين؟ شوفي شوفي بحر مو بحلو؟ بطحون بطحون، تعالوا بابا تحت ساعة الفار بيكون سفينة ايه سفينة ايه يقول لكم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اللي ما يبي يسفر عياله الله الله فيهم، بو عيالكم الله الله فيهم. كلم كل واحد على مقدرته، يعني اللي ما يقدر هو بلازم، بس اللي يقدر بو الله الله في عياله. لا يقول تعب وما تعب وما اقدر وبهدله وحشره. شوف هالمكان، تم ماشي لين برج إيفل هالمكان. شفتوا الثيم اللي طاف؟ تحس انه علم مال مال باريس مال فرنسا، بس خفيف شي، حاطين ثيم حلو فن صراحه. زين ما راح نفس السياره، كل شيء مسكر، لان احتفالات اليوم عندهم اجازه اليوم،
يحتفلون عاد اليوم. مسكرين الشوارع اليوم، إجازة اليوم فرنسا، إجازة التحرير، إجازة الاستغلال، شيء عندهم. يقولون عندهم اليوم ألعاب نارية بالليل على الساعة 11 اليوم عندهم شلق، بينقعون شلق. الشوارع مسكرة عند برج إيفل، عندهم احتفالات اليوم. إن شاء الله الشرطة في كل مكان، مأمنين كل شيء. اليوم أخاف عندهم استغلال بوشنب اليوم، هذا ما يندر أبوه. ما رمنا نلف صوب الشانز، لازم نروح سيدا نلف من هناك لأن كل شيء مسكر. نكلم هتلر يشوفون الموضوع، نقول ابوي الشوارع كلها سكروها، وين ابي انا وانت؟ كل شيء مسكر، لف عود لافينا هنا. هذا الطابع الروماني هذا، شو هذا شفته في لندن وشفته وين وين باسكندريه. ها عندهم احتفالات ما شاء الله، عالم ما شاء الله يتريون. ناوي ارفع كل الافلام على اليوتيوب، يعني كل ايام ارفع على اليوتيوب، بس للاسف مال امس كل ما حمله ما يرضى يتحمل على التليفون، ما مش راضي يتحمل على التليفون. جميل ما شاء الله، باغيس غير صراحة باغيس. بعد في أماكن وايد إن شاء الله بتشوفون الخير. شو نسوي؟ سباق شو؟ سباق مع الوين؟ سباق أنا وياك؟ ما بتفوز. هذا طال عمركم الشانز، الشانزليزيه زي ما يقولون، هذا هو الشانزليزيه. اي واحد مضيعنا تحصره في الشانز، اي واحد مره هني. طابور طابور عليها تعرفون. هذا احسن واحد مال سكريم معروف، ما حصلنا مكان يلس فبناخذ تكوي. ها اسمه محمد تعرفونه.
باريس ما شاء الله بلد سياحية يعني فيها عالم ما شاء الله. هي ولندن ما شاء الله كلها زحمة. مرتبشين العرب اليوم كامل مرتبشين ما شاء الله ما شاء الله، الناس كلها محتفلة اليوم ما شاء الله. الله يبارك. الناس هني كلها تمشي ومستمتعة بالمشي، عالم شفتوا انتوا الصورة عالم. هاي باريس متعة المشي فيها وايد حلوة نفس لندن يعني. العالم كلها في الشانز، الحين تشوفون هالشارع مثلا ما في حد، طه فاضي شارع ما شاء الله فنان بس فاضي ما في حد. يقول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، يعني أي شيء حتى الحيوان ياكل من عندك فلك أجر عليه إن شاء الله. هذا كوفي صديقي، هذا معروف. هذا جيت باريس قبل ابوك صح؟ ابوك يوم كان قدك يروح السعديات، وايد وايد عليه يروح السعديات. بعد حقاق واحد. العالم كله تمشي ما شاء الله اليوم كله مشي. اليوم عندهم إجازة وفي احتفالات والشوارع كلها مسكرة ما شاء الله والأمور كلها طيبة. هاي آخرة المشي مع الشباب الصغار، شوفوا كيف مستانسوا ما عنده مشكلة. شوفوا كيف وصلكنا وين؟ للفندق وصلك؟ يعني تاكسي مال ابوك انا وصلك الفندق ولا شو بالضبط يعني؟ ها؟ فندق بعد بعيد باقي يمكن كم؟ كم باقي؟ باقي محمد 2 كيلو على الفندق بعيد يعني بعده؟ ها؟ فندق بعيد؟ ايه بعيد بعده. محمد اليوم اظني 2 مليون ساعة حرارية حركت وياك اليوم انا. كم تعطيني فلوس؟ كم؟ وايد؟ 10 بتعطيني؟ زين اوكي. لكم المشي الحين، قال ودنا الفندق ان شاء الله. شي يوم تبهدلهم ويوم تريحهم، يوم تبهدلهم ويوم تريحهم. ها حالات السفر شي يعني الحين كم كالوريز حرقوا؟ لا لا ساعة حرارية. وايد حرقوا ما شاء الله. خلهم شوي يخفون. العالم كلها تبغى تصور الاحتفال طاعه هنا فوق الجسر، كل العالم يبغون يصورون الاحتفال. ها سلفي مع برجيبل بس شوي الشمس في عيوني عادية. سلفي مع وزخة شي كيف زخونا ها
هذا الايس كريم انا اشوف كل حد ياكل منها، الحين لازم اشوف موضوع شو هالايس كريم هذا. مغصي بكو هذه باريس طرمكم. الناس شوفوا الناس كلها تمشي. عندي جي بي اس يوم تحضر ابو ظبي ينزل لك 1000 موقع تقريبا. الحين يوم باريس تقول له جو تو شو يطلع لك؟ يطلع لك بقول لكم شو يطلع. مطعم هندي رهيب، مطعم ايراني رهيب، محل ايس كريم رهيب، محل شاورما، وشوي يوم تبعد يطلع لك عاده الميني يوروب ويطلع لك ما ادري شو. بس ربعنا هني كله مطاعم وكوفيات ما شاء الله عليهم. من الفندق يمكن الساعه 11 اطلع عشان اشوف الليتات، اشوف الشله شو هالحاله هاي. بهدلنا بسم الله الرحمن الرحيم. شو تجيب استي بالشعر لحظه؟ هاي رايحه منك صح؟ تعال 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 هاك اثنين فوادي وها فوادي بروحه بروح يحاول طال. هذا مول لاصق الفندق شوفونه، هذا هذا مول في سيلمة في كل شيء، وهذاك اللي هناك بعد هذاك مول بعد ثاني لاصق الفندق. اسعد الله مساكم. اليوم ناشونال دي مال فرنسا، باقي تقريبا 10 دقائق وبيولع برج ايفل، بيولعونه بعد 10 دقائق العاب ناريه، وان شاء الله يجيكم حصري مني من باريس ان شاء الله. اذا تشوفون معاي الشوارع مسكره، شوفوا الشارع هذا شارع سيارات مسكر ما في سيارات الا حق الشرطه وحق هالامور بس. الناس كلها فرحانه، ما ادري عاد صاحيين ولا سكرانين، العلم عند الله، بس لكن كلهم فرحانين ورايحين باتجاه البرج. باقي 7 دقائق بالضبط بيولع هذا، ان شاء الله يكون الموضوع حصري حقكم خاص مره خاص من باريس. شوفوا هالبرج، هذا فندقنا شفتوه، وهذاك البرج، يعني نواقف مره قدام الفندق. الناس كلها رايحة باتجاه البرج. اليوم باريس كلها مسكرة من هاك الصوب. شوف الناس كلها تمشي باتجاه البرج. خلاص شوفوا الوقت، ما باقي شيء عن الساعة 11 وبتولع باريس الحين بعد شوي. تذكرون احتفالات برج دبي؟ العالم منحشرة، نفس الوضع الحين بالضبط نفس الوضع. بدل البرج شوي يتلعلع زي ما يقولون والطيارات تطير. واقفين تقريبا ابعد نحن 700 متر عن البرج تقريبا. هذا برج ايفل. بندوا البرج، طال عماركم الحين استولونا اظني علم فرنسا بس بلون ازرق. ما
زلنا نتريال جماعة، طابت 5 دقايق أشوف العالم متيمعة، بس ما أدري شو صاير للحين. الناس كلها مرتبشة ما شاء الله. نصيبنا هنا في الناشونال دي بدون حد متي يتم معنا روح يتسابق. ربشة ما شاء الله، ربشة العار من الدنيا، شو مستوي هني عندهم؟ لا لا إلا الله. يلا سناب قرواش من قلب الحدث، ها شو تبون بعد؟ ها من قلب الحدث. اعطني الفيديوهات فشلت، يمكن اوصل الفندق ارفع لكم اياها، شيء فشل وشيء روح من زحمة العالم ما شاء الله. ما شاء الله. ولعت باريس يا جماعة، ولعت باريس ما شاء الله ما شاء الله. قصدي باريس.
ارقوها ابوي ارقوها. الله اكبر ارقوها ابوي ما شاء الله. ما شاء الله تمتعوا تمتعوا. يقول لي بالعود حر مع يسمونه الصمغ حر عرفته الصمغ ما ادري شو. والعود خليك بليوة ابوي روح روح ليوة لبقت باريس يا جماعة لبقت. حرقوها ابوي حرقوها. يا سلام يا سلام يا سلام. اللي ما يشتري يتفرج يا جماعة. حرقوه ابوي البرج حرقوه يوم ما شله هتلر عنكم حرقوه. بدا الشغل عدل بدا اعطاه. يا سلام يا سلام شو هالترتيب يا جماعة شوف شوف. يا سلام ما حسبنا ان ناشونال دي عندهم جايين لتشينا وضبطت روحها ضبطت تنظيم الجدول يا يعني مبروك يا في بركة. شو هالباريس بسكم ولا تبون زيادة؟ حرقوا ابوي برج حرقوا عندكم اياه ان شاء الله. يا سلام لو راعي الفكرة هي دريبة شي بستويبة فكرة برج ايفل كان زاده بعد زيادة فوق طوله.
عرقوها باريس ابوي عرقوها. اي عالم ترى طاو عالم ما شاء الله. كملوا للحين 25 دقيقة يا جماعة، 25 دقيقة هم يولعون فيه. هذا ما خلص يدي جيمة بالتصوير من الصبح أصور. شباب كل واحد طرش 5 دراهم رصيد أي شيء بس طرشوا. المهم شباب كل واحد يطرش 5 يورو بس الله يخليكم رصيد لان راحت الداتا. عرقوها ابو باريس عرقوها. يا سلام ما شاء الله.
ولعوها باريس، ولعوها ولعت مرة. ولعت مرة ولعت، نقعوها كامل. سمحوا لنا يا جماعة، حرقنا السناب مالكم. طلب جاينا طلب، شو نسوي ها؟ راويناكم النشنال دي كامل مالهم مرة، ما يحتاجون يعني. اللي مسافر مكان ثاني ولا شيء، احنا خلاص غطينا لك، غطينا لكم هذا مالهم. المهم ونهاركم مساء، نهاركم ضيع مساءكم. الفيديوهات يمكن ما نزلنا، اشوف ان عندي 90 فيديو فشل، الحين بوصل فندق وارفع عن كل لكم ان شاء الله. الاسانسير زحمه شكلي، بس العب اللعبه هاي ما اعرف شو خاف روليت، بس ها روليت شكلها. تعالوا يا جماعه فندقنا شوفوا كامل، ياس يحتفل كامل فندق كله طع طع وفود. الاسانسير ولا ساعه لين يذهب حينه يا جماعه، عادي نوقف ساعه على الاسانسير عادي. لا احنا اخر دور بعد، في الجو في الجو ساكنين. الله كريم، شكلي بس العب جيم انا. تعالوا هني شو انت شو سالفك؟ تعاملني بروح هناك، هناك روح هناك يا اخي. حصلت واحد من الشباب من الصبح اسولف وياه صراحه، اخذنا علومه واخذنا اخباره واخذنا كل اموره، والحين بس نرقد خلاص. سليب سليب سليب. احنا الحين في الفندق مع قرواش في باريس. قرواش احنا نحبك، انت تحبنا؟ نحن نحبك وايد. انت تحبنا؟ جسمها موزون بالقنطار، ما برز منه بري حالي، تدرس الاثار والايثار، وتبري الامي من امالي، من وت الشيخان والتجار والعقيد وحامي التالي، لم دحرها تبي تنهار، تستحي قدوم طوال. لا صدق اعترف، وين بتسيرون؟ ما بتسيرون مكان؟ سلم على ابوك. بعد الله صباحكم، صباح الخير جميعا، صباح النور. هذا الريال هو ابوه، كان معي السنه اللي طافت هني، فسبحان الله حصلته بنفس المكان. صبحنا عليكم، صباح الخير، اسعد الله صباحكم. اليوم ان شاء الله رايحين ديزني لاند، وعدالها اوتليت بنطوف عليه ان شاء الله. امس تعبناهم الشباب، عاد اليوم قلنا لازم العاب، عاد اليوم حقهم. اليوم امس حقنا في المدينه، اليوم حق الشباب هذيل يلعبون. كان ما نلعب وياهم نحن بعد. ديزني لاند تبعد عن باريس 50 كيلو تقريبا، يعني اقل من ساعه تكون في ديزني، عداله في اوتليت. الناس تخبرني شو السواقه في اوروبا، ابوي السواقه فرق، ما حد يسمع دقر لك يقول لك ضك عني. لا ابوي تم واقف عنك بعيد لين تلف عقب يدعس. وايد يحترمون المسافه بين السيارات، وايد يحترمون الشيء هذا. البالي باركن ياب سيارتنا ما شاء الله عليه، ياب هذه محروسه. الضبط مال البالي باركن هذا ما يحتاج تعفوس حق الباركن، بس ضبطوا انتم. سويت له شغل مصر شوي، مشت الامور معنا تمام. طاو قلنا لكم شو مخزن الجماعه. طاو شوفوا المسافة كم؟ قال 50 كيلو، وقال لك لا روح. الشارع طال عمركم زحمة،
ليش زحمة؟ الحين بخبركم. الجي بي اس مالهم يقول سيارة من جنب. تشوفون السيارة؟ أعطيكم يقول لكم سيارة من جنب. جت الإسعافة حق الحادث. طالع ماركم تسليح حق الطريق جاه. شوفوا كرتون كامل بس حق الطريق بس تسلى شوي شوي على الخبير يعني. هذا الموضوع اللي مسوي لنا زحمة من الصبح. شفتوا؟ هاي باريس يا جماعة. هاي باريس. شوفوا هاي باريس. رايحين ديزني لاند زي ما خبرناكم. طلعنا من فرنسا 15 كيلو تقريبا الحينة. بعدنا فرنسا بدأت شوي الأمور تتيسر. شوفوا كيف الشوارع. هذا الطريق إلى ديزني. السرعة أول ما تطلع من باريس السرعة 110 الحينة تقريبا في الطريق.